الطبخ كلمة سهلة، بس التنفيذ صعب. أهم مكونات هذا الحلم الاهتمام، الشغف، وقدرتك أنك تكمل المشوار. دائماً أطباقي جاهزة لكل فرصة جديدة، لكل حلم كبير، ولكل إنجاز أكبر. أقدم أفضل ما عندي اليوم. عمر الطموح ما كان سهل، عشان كذا اسمه طموح، لأن بكرة الأفضل هو اللي يخليني أتقدم. أنا فؤاد، أنا قد إني أقدم اللمسة السعودية على موائد العالم وأمثل وطني. أنا قدها.